بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة هذا اليوم الجميل، تكريما للصحافة المكتوبة والمرئية اللي تستاهل كل خير، لكي جنود الخفاء في مدينة القنيطرة. وبالمناسبة كنشكركم كل من ساهم في إنجاح هذا العرس، هذا من بينهم قناة الفجر اللي كدير عمل كبير في مدينة القنيطرة، وحنا كنفتخر بهذه القناة الجديدة اللي عطينا جميع الأخبار. حنا خارج أرض الوطن كناخذوا جميع الأخبار من قناة الفجر. الحمد لله، نشكروا يعني قناة ديال الفجر المغربية اللي هي يعني قناة اللي أنا كنعتبرها قناة حديثة، قناة اللي يعني جات أغنت أثرة الحق الصحفي الرياضي. كنتمنى لهم التوفيق أول شيء. ثاني شيء بالنسبة للحفل ديال التكريم ديال الروا، هو حفل يعني حفل اعتراف، حفل اللي يعني كيعني رجع الاعتبار مجموعة من الصحفيين اللي حنا تقريبا نذكروا المرحوم جليل الشبيحل والأسرة ديالو اللي تكرمات، مجموعة من الإخوان اللي يعني اللي عطاو كثير للرياضة في قنيطرة. كنشكروا يعني الناس كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا الحفل اللي جمع ما بين يعني الصحافة والفاعلين الرياضيين وبعض اللاعبين القدامى. شكرا لكم وشكرا على يعني على التلبيه ديال الدعوه ديالكم، ونتمنوا ان في حال هذه الاحتفالات يكونوا يعني نكثروا منهم، لان ثقافه الاعتراف راه كتنقصنا شويه فيهم. اعتقد انه التكريم في حد ذاته هو اعتراف بالصحافه يعني بحمله الاقلام، وهو تكريم ليس في حد ذاته تكريم لشخص عبد الربيه او باقي الصحفيين، بل هو تكريم لجميع الصحفيين العاملين والمشتغلين في الحق الاعلامي سواء على المستوى المحلي او الوطني. كما اننا ننتهز هذه الفرصه لننوه ونشد بحراره على مؤسسه او اكاديميه شيبو على حسن الاستقبال، وكذلك على هذه البادره اللي كتجسد مره اخرى القرب ديالها من الجسم الرياضي والفعاليات الرياضيه بصفه عامه. قلت بانه اليوم اثبت يعني حمله الاقلام القوه ديالهم على حمله على الاقدام، بمعنى انه الانتصار ديال القلم على القدم، لانه 6/4 كان حضور جيد للصحفيين، كان يعني حضور، وكان سرعه بديهه كما تنقولوا، على انه اثبتوا انه الصحفيين اليوم في مباراه كره القدم على انه الحقيه ديالهم، وعلى سواء من خلال الكتابه ديالهم او من خلال حتى مجارات يعني الايقاع ديال قدماء النادي القدم وما ادراك ما لاعبي النادي القدم، وبالتالي انه الانتصار مستحق. تنتمنى انه القدماء واللاعبين ديالنا ما يتقلقوش شويه على الانتصار، لانه حنا جسم. اولا كنبغي نشكر جمعية ديال القدماء لاعبين النادي القنيطرة على الحضور والمساهمة ديالهم في إنجاح هذا الحفل. هذا الحفل اللي كان فيه اليوم العريس هو الجسم الصحفي الرياضي المحلي، بادرة طيبة من كعادتها سباقة لهذه المبادرات، إدارة أكاديمية شيبو لكرة القدم، كرمات اليوم واحد الرموز ديال الصحافة الرياضية المحلية، الناس اللي تعطوا الكثير كانوا
كان واحد الداعم اساسي للرفع من مستوى الرياضه المحليه، واللي غالبا ما عمرهم كانوا هما اللي تفكروا الناس، هما اللي تكتبوا على الناس. اليوم فكرنا على اننا نردوا الاعتبار، اننا نعترفوا بكل ما قدموه واسداه من خدمات جليله للرفع من الرياضه. وهذه بادره ما غاديش تكون الاولى وما غاديش ماشي الاولى وماشي الاخيره، لا الناس اللي تكرموا اليوم، لا الصحفيين، جوج ديال الصحفيين اللي وفاتهم منيه، وخص بالذكر المرحوم عبد الجليل حيداره والسي ادريس حيداره والسي عبد الجليل كحيح الله يرحمهم. بهذه المناسبه كنبغي نوصلوا التعازي ديالنا للعائله ديالهم. كنرد الاعتبار من طرف جريده اخبار الفجر اللي كرمات المؤسسه في شخص السي يوسف والسي محمد والسي ياسين الاخوه، كنشكرهم بزاف، وكانت مفاجاه ساره لنا لاننا نتكرموا عندنا في الاكاديميه من واحد المنبر اللي منبر حديث ولكن عنده واحد الصدى كبير وصدى قوي في المنطقه وفي المدينه ولا في على الصعيد الوطني. كنتمنى لهم التوفيق. تحيه رياضيه لجميع الاخوان وخاصه الناس ديال اللي كيسمعوا بزاف الاذاعه فجر. هذا المولود الجديد اللي خلق مدينه قنيطره وعطى شيء الكثير وبان على الشجاعه ديالو على المصداقيه ديالو. بالنسبه للمبادره اللي خداو اليوم هنا في اكاديميه شيبو اللي كرموا عده صحافه اللي يستحقوا لي في الحقيقه هذا الجنود الخفاء اللي عطاو الشيء الكثير للرياضه القنيطريه والمغربيه، وكنشكرهم على هذا الشيء اللي قاموا به. التكريم هو الثقافه الاعتراف اللي اصبحنا نفتقدها في المجتمع ديالنا، واليوم التكريم مجموعه من الوجوه الرياضيه وايضا الصحفيه بالاساس الصحفيه والرياضيه شيء اساسي باش اننا نكرسوا ثقافه الاعتراف داخل المجتمع ديالنا. وما عندي ما نقول الا شكرا، ونشكر كل من ساهم في هذه العمليه. هذه المقابله للصحفيين، وتنترحموا على الصحفيين مسكين عبد الجليل كحيحال والسي ادريس حيداره وهذا، وتنشكروا. وكانوا اللاعبين كاملين في التيران، منهم السي البوساتي جمال، الاخ الفلالي وهذا الشيء. وكنشكر خي عمر اللي شلا ما شلنا هاد الناس وغوت عنا جينا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بادره طيبه قامت بها الجمعيه ديال الصحفيين واكاديميه شيبو، لان بحال اللي قالوا الزملاء قبل مني هذه راه ثقافه ديال الاعتراف. وهذه المناسبه تنهني جميع الصحفيين المكرمين على راسهم قيدهم الصحفيين سي عمر شباخ ومدير جريده ديال فجر اخبار الفجر الجديده الحاج الفلالي. و يسمحوا لي الاخوان اللي ما ذكرش هذا. بهذه المناسبه مره اخرى تنهني جميع المتوجين، وبصراحه لانه حصل لي الشرف نكون ما بين تله ديال الرياضيين كبار ولاعبين دوليين سابقين امثال جمال جبران، محمد البوساتي، شيبو، والصحفيين الكبار اللي عطاو الكثير. هذا يكفي نذكروا كاين السي عمر الشباخ اللي انا ماشي ما ترميوش الورد عليك ولا هذا، وعيسى الكامحي، السي عبد الحق الشراط، السي عبد الحق بويهات، لان هذا لانهم هما اللي قالوا لنا سميتنا، هما اللي عطاو كل شيء، عطاو الكثير، لان بدونهم ما كانش لا بعمراني يكون لا جعواني يكون. وبصراحه بهذه المناسبه نهنيهم مره اخرى. في الحقيقه ما يمكن لنا احنا كاعلاميين الا ان نشيد بهذه المبادره هذه التي لا يمكن ادراجها سوى في ترسيخ ثقافه التكريم، ثقافه الاعتراف، جمله من الخدمات اللي قدموها الزملاء الاعلاميين مدينه قنيطره. اكيد بانه كاين غياب واحد المجموعه من الزملاء لاعتبارات مهنيه تخص الصحفيين الذين يشتغلون في اطار الشركه الوطنيه لاذاعه والتلفزيون عبد الحق الشراط، عبد الحق بيهات. اليوم عشنا واحد العرس رياضي بحضور واحد مجموعه ديال الوجوه تخص لاعبين سابقين في فريق النادي القنيطري اللي كنعتبروهم يمكننا نعتبروهم بانهم اساطير كره القدم. رجعونا معاهم، خدنا سفر ارتجاعي عبر الزمن الكروي، استحضرنا واحد مجموعه ديال المحطات اصبحت في حكم الزمن الماضي. بهذه المناسبة هذه باسم الهيئة الوطنية باسم الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين يمكننا أن نقول لعائلة شيبو شكرا جزيلا، ننزع القبعات احتراما لكم على هذه المبادرة، هذه مبادرة قيمة نتمنى أنه يكون عندها مرجع في الأيام القادمة، وشكرا.